دكتوره سعاد صالح استاذه الفقه المقارن. خلونا في البدايه نطمن على صحتها بقى. دكتوره سعاد ازاي حضرتك؟ اهلا يا استاذ احمد. في البدايه بس يعني اكيد اهم من الفتاوى واهم من الاراء الفقهيه محبيك ومشاهديك عايزين يطمنوا على صحتك، طمنيني اخبار ايه يا دكتور؟ الله يخليك يا احمد، اولا انا بشكرك جدا جدا على هذه الاستضافه اللي بتذكرني بالايام الحلوه بتاعت عما يتساءلون، اللي منذ 20 سنة مثلا كان البرنامج ده هو البرنامج الوحيد على الساحة الإعلامية في جميع الدول العربية اللي ليه نسبة مشاهدة عالية جدا، واللي كان بيعالج قضايا اجتماعية وفقهية وخلافية، فضلا على أنه كان يستضيف العلماء المشهود لهم بالأمانة والمشهود لهم بالمستوى العلمي. وعلى الرغم من كان حدوث خلاف بيبقى بين العلماء في هذا البرنامج، إلا أن هذا الخلاف كان يعني يصل إلى المشاهد على أنه ليس خلافا ولكنه رأي فقهي، فكان لا يحدث أبدا أبدا شقاقا بين المشاهدين. ولذلك انا بشكرك جدا ان احنا دلوقتي في عما يتساءلون، وانك انت تذكرت من الاوائل اللي كانوا في هذا البرنامج اللي هو الحمد لله فضل الله سعاد صالح. لا يا دكتوره من الاوائل ايه ده، هو قام بالاساس يعني على مساعدتك لينا يعني، وبشكرك جدا على كرمك معانا وتواجدك باستمرار معانا. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا بابا، ومن نجاح الى نجاح. بشكرك يا دكتوره. طمنينا بقى. بالنسبه للصحه الحمد لله، يعني هي التحسن بطيء جدا، لان اللي انا عندي ده طلع حاجه اسمها عرق النساء، وعرق النساء ده بياخد وقت جامد على ما الاعصاب يفك، ففي علاج طبي وفي علاج طبيعي، لكن في تحسن بس بطيء، وربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم اللي بيبتلي الإنسان والاختبار وبيرفع عنه البلاء بإذن الله. ربنا يا رب يشفيك يا دكتورة، ودعوات بقى محبيك والمشاهدين اللي بيتابعوك دايما إن شاء الله هتبقى زي الفل بإذن الله. الله يخليك. الله